تشاهدون الآن. شركة حسن علام مش بتبني برج، لا بتبني 4 أبراج مرة واحدة في مدينة العالمين. يميز الأبراج هنا أن أنت في أي وحدة في أي دور بتلاقي نفسك أن أنت شايف جميع الاتجاهات تقريبا. احنا كمان استفدنا من طبيعة الجو هنا أن احنا عملنا الأبراج دي ليها كلها تراسات، التراسات دي مش موجودة أي حضرتك بتشوف أي أبراج بتبقى كلها من برة سوليد. من حوالي 6 سنين تقريباً ظهر في مصر حلم إنشاء مدينة سياحية عالمية في منطقة الساحل الشمالي، وفعلاً بدأ الحلم يتحقق وقررت الدولة تنفذ مدينة العالمين الجديدة عشان تكون مؤهلة إنها تكون عاصمة مصر الصيفية، وفتحت الباب لدخول مجموعة من الكيانات الوطنية للمشاركة في تنفيذ الحلم، منهم واحدة من أكبر شركات المقاولات الوطنية وهي شركة حسن علام اللي بتنفذ النهاردة 4 أبراج شاطئية بأهم مواقع مدينة العالمين الجديدة. وبالمناسبة دي أبراج عملاقة مكونة من 850 وحدة كاملة التشطيب ومصممة بوجهات بإطلالة ساحلية على شاطئ البحر ومنطقة اللاجون، وبيتخللهم مناطق لاندسكيب اتنفذت باحترافية شديدة ومساحات بتتراوح ما بين 1500 ل2000 متر مسطح للدور الواحد، ومنطقة بوديوم مخصصة للمطاعم والوحدات التجارية، وجراج ذكي مجهز بأحدث التقنيات التكنولوجية في العالم، وواجهات دائرية اتنفذت بأفكار هندسية مدروسة. النهاردة وإحنا في قلب مدينة العالمين الجديدة زرنا أبراج حسن علام وقابلنا المهندس هشام زين مدير تنفيذ المشروع. تعالوا نسمع قال لنا إيه. باشمهندس هشام أهلا بيك معانا في الجدعان ريل ستيت. شركة حسن علام مش بتبني برج، لا بتبني 4 أبراج مرة واحدة في مدينة العالمين. عايزين نعرف من حضرتك تفاصيل أبراج حسن علام. أبراج حسن علام عبارة عن 4 أبراج موجودين بارتفاعات مختلفة بمساحات مختلفة كلهم على بلاتفورم واحد، بلاتفورم زي ما احنا شايفين قدامنا. هم 4 أبراج لكن كلهم ليهم بوديوم واحد. ليهم بوديوم واحد مشترك. البوديوم ده هيكون تجاري، هيستغل انه تجاري، هو كذا دور وتجاري وفي باركينج. طبعا هنا عدد الوحدات كبير، ال4 أبراج دول فيهم حوالي 850 وحدة، دي طبعا محتاجة ان لازم يكون في باركينج مجهز للأماكن ده عشان نتلافى الزحمة، ودي كانت فكرة كويسة في انشاء الموضوع. اجمالي مسطحات المباني قد ايه تقريبا؟ اجمالي بتاع الدور الواحد تقريبا من 1500 ل2000 متر مسطح، دول ب4 ارتفاعات مختلفة في عدد الأدوار، في برج منهم 35 دور متكرر، ده أكبر برج، هم ترتيبهم من هناك البرج إيه في 35 دور، برج بيه في 32 دور، 27 دور و30 دور. إيه اللي بيميز أبراج حسن علام عن بقية الأبراج اللي موجودة في العالمين؟ يميز طبعاً ال4 أبراج بتوع حسن علام إنهم معمولين في مكان مختار بعناية، وإنهم الناحية التانية، الناحية الواجهة التانية دي على البحر طبعاً. هم اللي دايركت على اللاجون. هما اللي دايركت على اللاجون من الناحيه الثانيه. برضو يميزهم انهم لاندسكيب، ده اول لاندسكيب اتعمل في العالمين، وكان الحمد لله لينا السبق ان احنا نعمل لاندسكيب ده، شركه جينت اشتغلت فيه وعملت حاجه احنا ما كناش نتوقع ان احنا نشوفها، بصراحه نتيجه مبهره يعني. شركه حسن علام كمان وقعت تحالف تاريخي مع شركه اتحاد المقاولين العالميه تريبل سي، وده لتنفيذ عدد من المشروعات المشتركة منها مشروع الأبراج الشاطئية ومشروع المدينة التراثية، وحقيقي تحالف كان موفق قدر يستحوذ على إسنادات أعمال في مدينة العالمين الجديدة بأكتر من 20 مليار جنيه، بالإضافة لمحفظة استثمارية ضخمة لعدد من المشروعات في مصر. احنا شايفين بروماناد أو ممشى حقيقي مبهر وجميل جداً، ما تعرفش تبص على جمال الزرع ولا جمال اللاجون، والوضع بالليل كمان مختلف، كمان الإضاءة بتاعته بيبقى شكلها مختلف جدا، مختلف جدا. ويميز كمان المكان هنا ان الجو جميل، الجو ده طول السنة الجو هنا ممتاز، يعني في الصيف الناس بتهرب كلها للمكان ده ومختار بعناية، لكن في الشتاء اكيد واجهته مشكلة مع الجو. بنواجه طبعا مشكلة بالظبط، لان الرياح عالية جدا وكلها مباني عالية، فبتحتاج ان احنا بنشتغل بالتاور كرينز والموبايل كرينز، دي بتواجهنا صعوبات وتأخير في الوقت، بس احنا بنعوض ده الحمد لله بالمجهود اللي احنا بنعمله اضافي عشان نلحق نخلص في وقت
كويس، لأن كل الناس هنا متحمسة أنها تطلع مشروع بالشكل ده ما كانش موجود في مصر قبل كده. يعني إحنا أي حد فينا من 10 سنين كانش يتخيل أبداً أن إحنا يبقى عندنا حاجة زي كده نفتخر بيها كلنا ونشتغل فيها. زي ما حضرتك بتقول ده مشروع ما كانش بيتنفس في مصر قبل كده، وأكيد الخبرات بتاعته كانت لأول مرة بتتبني عندكم. إزاي قدرتوا تتعاملوا مع مشروع بالحجم الضخم ده وفي نفس الوقت ما نفذتوش زيه قبل كده؟ الحمد لله احنا الشركة عندنا فيها خبرات قوية جدا وفيها أساتذة تعلمنا منهم، وهم سلمونا الراية اللي احنا قدرنا نستفيد بمجهود الشباب المتحمس ان احنا نقدر نوصل لحاجة زي ما حضرتك شايفها النهاردة. كمان احنا في شراكة قوية مع شركة تريبل سي دي بقالها سنين في مصر، واحنا طبعا دول ليهم خبرة كبيرة في المشاريع المماثلة. نفذوا ابراج كتير حول العالم، ليهم ابراج كتير وشغل كتير في نفس طبيعة الشغل اللي موجود عندنا هنا. وكمان يميز الابراج هنا ان انت في اي وحدة في اي دور بتلاقي نفسك ان انت شايف جميع الاتجاهات تقريبا. احنا فعلا شايفين هنا ان تقريبا مفيش وحدة ملهاش سي فيو، وهتلاقي حضرتك كل اتجاه برج ليه اتجاه مختلف عن التاني، وده بيخلينا لينا مساحات مختلفة في الأدوار وفي الوحدات السكنية، بتخلي اللي قاعد في الوحدة السكنية تقريبا شايف الفيو كله والوجهات كلها راوندد، فتقدر تبقى واخد شكل دائري انت شايف اكتر من اتجاه في نفس الوقت. بالظبط، واحنا كمان استفدنا من طبيعة الجو هنا ان احنا عملنا الابراج دي ليها كلها تراسات. التراسات دي مش موجودة اي حضرتك بتشوف اي ابراج بتبقى كلها من بره سوليد. احنا الحمد لله لينا ميزة هنا في مصر وفي المكان العبقري ده ان احنا نقدر نستفيد بحاجة زي كده. ده هم بره مصر يعملوا كده لان الجو عندهم مش زي عندنا، لكن أكيد. هنا لما هنعمل برج لازم نعمله ببلكونات تشوف وتستمتع بالجمال اللي حواليك. عشان كده استغلينا النقطة دي وصممنا ان احنا يعني نعملها عشان نستفيد فعلا بالجو الجميل اللي عندنا. عايز اتكلم كمان مع حضرتك على الجزء التجاري، اكيد هنا هيكون في مطاعم على اعلى مستوى بتشوف الجمال ده كله من لاجون ولاندسكيب على اعلى مستوى. حضرتك عارف ان الناس في مصر دايما بطبيعتها بتحب الخروج وبتحب الفسح، وده كان برضو فكره عبقريه ان احنا نعمل هنا بوتيوم، هيبقى فيه محلات وهيبقى فيه شوبينج وهيبقى فيه مطاعم وكافيهات، الناس تقدر انها تخرج ويبقى فيه نشاطات كتير تعملها. انا شايف كمان الجزء اللي هنا فيه برايفسي اكتر او خصوصيه، ما هوش على الطريق زي معظم الحاجات الكوميرشال اللي بتتعمل دلوقتي، لكن لا هو بواجهه داخليه مش شايف عربيات، ويمكن كمان ده يحقق امان اكتر للاطفال لو هم بيلعبوا في المكان حوالين اهله. ودي كانت من التحديات اللي قابلت المشروع ده ككل، ان انت تقدر تحقق ورا تخلق اللاجون دي وتعمل فيها اكتيفيتيز للابراج يعني. طب والجزء الخارجي اللي على الطريق هل هيبقى فيه برضو منطقه تجاريه ومطاعم ولا بس هيبقى ريتيل او محلات؟ لا هيبقى محلات، معظمه محلات، واذا كان فيه اجزاء مختلفه في مساحات كبيره تقدر تستغلها حضرتك في نشاطات اكتر احترافيه. لو هنرجع بالذاكرة لتاريخ شركة حسن علام هنعرف إنها واحدة من أكبر وأهم شركات المقاولات في مصر والشرق الأوسط، وهي إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة للتشييد والتعمير بوزارة قطاع الأعمال. اتأسست سنة 1936 وليها سجل مشهود في تنفيذ المشروعات القومية في مصر، وشاركت كمان في تنفيذ عدد من المشروعات في المنطقة العربية، والنهاردة بتكمل مشوار وتاريخ حافل بالنجاحات والإنجازات من مدينة الحلم إلى عالمين الجديدة. احنا شايفين تقريبا المشروع قرب جدا انه يكتمل، حتى الوجهات تقريبا كلها خلصت، امتى هتسلموا المشروع بالكامل؟ بالفعل احنا شغالين في المشروع ليل ونهار عشان احنا عايزين نخلص المشروع بأسرع وقت ممكن عشان نفرح كل المصريين وعشان نشوف الإنجاز بتاعنا، وخلال شهور إن شاء الله هتبقى الوحدات كلها كاملة. وللمعلومة الوحدات طبعا الوحدات كلها متشطبة تشطيب فاخر جدا، ودي ميزة تميز المشروع ده برضو إن إحنا بننفذ الحاجة لغاية آخر خطوة ممكن. أكيد محدش هيشتري وحدة هنا وكمان يقعد يطلع أسمنت ورمل عشان خاطر يشطب المكان. بالظبط، لازم يستلمها على أحسن وجه. بالظبط، دي حاجة إحنا كنا بصين لها وإحنا بنسعى إن إحنا نحققها عشان نحافظ على المظهر العام للمكان. هل دي الأبراج الوحيدة اللي حضراتكم اشتغلتوا فيها في مدينة العالمين؟ لا الحمد لله احنا عشان حققنا نجاح ملموس في سرعة الإنجاز وفي الجودة اللي احنا حققنا بيها المنتج بتاعنا في الآخر زي ما بنسميه، عشان كده احنا ابتدينا في 3 أبراج تانيين وإن شاء الله هيبقوا أسرع من كده، لأن احنا خدنا خبرة هنا كبيرة جدا هنقدر نشتغل هناك بصورة أحسن ونطلع منتج أفضل إن شاء الله. كده شركة حسن علام هيكون معاها أكبر عدد أبراج في العالمين. بالظبط كده، ده حاجة تشرفنا كلنا إن احنا ننتمي للمكان ده يعني.
باشمهندس هشام، بنشكر حضرتك جدا لوجودك معنا النهارده، ونتمنى لكم كل التوفيق، ونيجي نستمتع معاكم بالمكان قريب جدا. شرفتونا، وان شاء الله تيجوا هنا المره الجايه، يبقى في زياره تشوفوا كل الاماكن دي لما تشتغل والاوبريشن ان شاء الله. ان شاء الله. الايمان بالحلم بدايه اي نجاح، ومدينه العالمين الجديده كانت حلم وخلاص بيتحقق، والنهارده بنشوف ابراج شاطئيه عملاقه بتنفذها كيانات وطنيه لانهم امنوا بالفكره وقدموا تجارب تدرس عن فكرة العمارة في مصر. والأجمل كمان أني وراء كل النجاح ده دولة بتقدم كل الدعم لإنجاح الحلم وإبهار العالم بأول عاصمة صيفية عالمية على أرض أفريقيا.